سيطر لاعبو الفريق الأول لتنس الطاولة رجال وسيدات على بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020-2021 عقب فوزهم بالبطولة دون تلقي أي خسارة، واستطاعوا الفوز في كل مبارياتهم خلال الموسم الطويل والشاق. وهيمن لاعبو المارد الأحمر على نتائج الدورتين المجمعتين والتي أقيمتا على صالة هيئة قناة السويس، وحققوا اللقب عن جدارة واستحقاق. حيث حصد رجال الشياطين الحمر اللقب للمرة 32 في تاريخهم والثانية عشرة على التوالي، فيما جاء نادي إمبي في المركز الثاني وحل الزمالك ثالثا. أما على صعيد السيدات فنجد أن بنات القلعة الحمراء استطعن استعادة اللقب بعد غيابه عاما واحدا عن خزائن النسر الأهلوي، فيما جاء فريق جزيرة الورد في المركز الثاني وجاء الزمالك ثالثا أيضا. ويسعى أبناء صالح سليم لكتابة التاريخ من جديد في قادم البطولات والأحداث في ظل اهتمام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأسطورة محمود الخطيب بكافة الألعاب الرياضية، وهو ما تجلى في سيطرة الفريق على كافة البطولات المحلية خلال السنوات الماضية.